طيب تعالوا نكمل موضوعنا النهارده. اخر مره زي ما احنا كنا بنقول اتكلمنا على موضوع المالتي باث، صح؟ واتكلمنا على موضوع المالتي باث وخدناه بشكل شبه مفصل، يعني لو حد فيكم فاكر. خلاص وقلنا ان المالتي باث دون مش بديل، تاني بكرر يعني باب التذكره فقط لا اكثر على الاقل، مش بديل نهائي باي شكل ممكن من الاشكال عن الايه الايثرنت بوندنج. دي حاجه ودي حاجه تانية. خلاص كان كل وظيفه المالتي باث، ان هو يوصلك بالستورج عن طريق اكتر من نتورك. خلاص ويفضل وانت بتشتغل في فيزيكال، او انت بلاش فيزيكال، لو انت بتشتغل في انتربرايز نتورك او بتشتغل في اي شبكه، تفصلهم على سويتش او توصل الدنيا على سويتشات مختلفه. يعني انت مش هتستفيد باي حاجه من المالتي باث بشكل فعلي لو وصلت السيرفر بتاعك باتنين انترفيس، فيه اتنين رايحين للستورج ووصلتهم في الاخر على نفس السويتش. ما هو السويتش ده في الاخر لو وقع الدنيا كلها طارت، صح؟ فايه يعني حاول تخليك منظور شويه وانت بتصمم، الكلاستر بتاعك، ماشي كده؟ يفضل توصل كل انترفيس على سويتش لوحده. خلاص وممكن لو عايز تعمل، لو الكونكشن بتاعك كله لير 3 وعامل راوتنج بقى والدنيا عندك تمام، اعمل انتر كونكشنز بين السويتشات وريح دماغك، وخلي فيه يا اما يكون عندك حل من اتنين، يا اما تكون السويتشات بتاعتك ستاكابل. خلاص والناس اللي شغالين نتورك اكيد فاهمين انا قصدي ايه، لو في ستاكنج عندك، او لو السويتشات بتاعتك هاي اند سويتشز زي 4500 او 6500 او 7200 او 6800 لو انت شغال سيسكو، تكون فيها حاجه اسمها في اس اس. خلاص وتريح دماغك. ده لو انت بتتكلم على ريدندنسي بالنسبه للهاردوير ليفل السويتشات، او لو السويتشات بتاعتك سويتشات عاديه من سيسكو ومفيش عندك ستاكينج ولا في عندك في اس اس، فانت هتخلي السويتشات اللي موجوده عندك بتاعه الشبكه تشغل بينها اتش اس ار بي لو شغال لير 3. خلاص خليك فاكر الحكايه دي. يبقى لو شغال لير 3 تشغل او تعمل الجيت واي بتاعتها تكون ريدندنت عن طريق بروتوكولز زي الاتش اس ار بي او زي الفي ار ار بي، بحيث ان دايما يكون عندك الجيت واي اب اند رانينج والدنيا شغاله، ماشي؟ لو شغال لير 2 فاعمل ايه؟ وصل السويتشات ببعض واعمل بورت ترانك عشان الفيلانز تعدي. خلاص ماشي كده. دي كنصيحه صغيره يعني. طبعا الكلام ده لو انت في عندك فايبر، او بلاش فايبر، لو انت عندك سويتش فابريك. خلاص مش عارف يعني ايه سويتش فابريك، مش عارف فاهمين سويتش فابريك ولا لا، او فاهمين يعني ايه سويتش فابريك ولا لا، بس من الاخر لو عندك السويتشات متوصله ببعض خلي فيه ترانك بورد، وخلي الفيلانز شيرد ما بين السويتشات عشان تريح دماغك. خلاص ويكون في طبعا ريدندنسي بالنسبه للسويتشات لللينكس بتاعتها، يعني تعمل بورت شانل او لير 2 بورت شانل لو انت شغال لير 2 بس، وفي عندك اكتر من سويتش لير موجوده، زي يكون عندك اكسس سويتشز وفي عندك ديستريبيوشن سويتشز وفي عندك كور سويتشز، فريح دماغك خالص واعمل لير 2 بورت شانل لو انت شغال لير 2. لو انت شغال لير 3 يا اما الشبكه اصلا تكون ريدندنت عن طريق الهاردوير نفسه، يا اما عن طريق الستاكينج او الفي اس اس، يا اما تستخدم بروتوكول زي الاتش اس ار بي او الفي ار ار بي او الجي ال بي بي وانت شغال، ماشي كده؟ ماشي. يعني دي نصيحه لو حد فيكم شغال ومش فاهم الكلام ده وبيديزاين الكلاستر، يدي بس الكلام ده او يفهمه او يعرفه للنتورك ادمنستريتور وهو هيفهم الكلام ده. لو عندكم حد شغال سيسكو او جونيبر او ايا كان الشغل بتاعكم شغال ازاي، فيديه للنتورك ادمن وهو هيفهم انا قصدي ايه. ماشي، ده للناس اللي مش فاهمه. الناس اللي فاهمه خلاص خير وبركه زي الفل، ماشي كده. طيب تعال نبدا النهارده موضوعنا تاني. هنرجع النهارده مره تانية للكلاستر. احنا انحرفنا الفتره اللي فاتت وسيبنا موضوع الكلاستر خالص، واتكلمنا على الاستورج وفصلناها بشكل كبير، اتكلمنا على الايس كازي خلاص وطبقناه، واتكلمنا على المالتي باث وطبقناه. النهارده هنرجع تاني للكلاستر مره تانية، وهنتكلم ازاي النهارده ازاي نمانج الكلاستر نودز، ازاي نضيف نود للكلاستر وازاي نشيلها مره تانية، ازاي نخلي نود ستاند باي، بحيث ان لو خدت سيناريو مثلا انت عندك كلاستر والكلاستر ده حصل عندك كريتيكال ابديتس ولازم تعمل ريبوت لنودز معينه، فانت عايز تخلي النودز دي بره الكلاستر بشكل كامل. خلاص مش تخرجها من الكلاستر، لا انت عايز ما يكونش عليها السيرفيس بتاع الكلاستر، هي ممبر في الكلاستر بس السيرفيس مش هتتنقل عليها، فانت المفروض تخليها حاجه اسمها ستاند باي. ماشي، احنا عملنا ده المره اللي فاتت، بس المره اللي فاتت ضفنا الماشينز كلها مره واحده. المره دي هعرفك ازاي تضيف نود
بعد الكلاستر ما اتعمل له كرييت، ازاي تضيف نود بعد الكلاستر ما اتعمل له كرييت خلاص، وازاي تمسحها حتى لو الكلاستر شغال. دي حاجه جديده النهارده بتقلي عليك يعني، ما قلناش قبل كده. يبقى هنتكلم النهارده على الكلاستر، وهنتكلم على الممبر شيب بتاعه الكلاستر ماشي، هنتكلم ازاي تضيف النودز وتمسحها، ونتكلم كمان على الستاند باي مود خلاص، واللي هتستخدمه كتير جدا في حاله انت تعمل مينتيننس للكلاستر نودز. هنتكلم كمان على شويه حاجات بسيطه جدا يا سيدي زي الكورم خلاص، ما اعرفش تحط فيكم سمع المصطلح ده قبل كده. وهنتكلم على الكورم وازاي نظام الفوتنج بتاع الكلاستر بيحصل خلاص، وهنتكلم عليه وهنشوفه وازاي بيتحسب، يعني هنتكلم على شويه مواضيع. ولو ربنا كرمنا وكان في ربنا بارك في الوقت وعندنا وقت كمان زياده، ممكن نخش كمان في موضوع الفنسنج ماشي، يعني على الاقل النهارده ان شاء الله نحاول نخش في الفنسنج، نشرحه بشكل نظري او على الاقل نسيطر بالانفايرومنت بتاع الفنسنج خلاص ماشي كده. طيب ماشي مفيش مشاكل. تعالى بس الاول الفيرتشوال ماشين بتاعتي كده، تعالى نعمل لها ريستارت هنا عشان ما نقعدش نلعب معاها. تعالى يا سيدي نعمل ايه، كنترول شيفت تي كده. ماشي ربنا يديها الصحه بقى وتعمل ريبوت على نفسها. طيب احنا نرجع لموضوعنا بقى، تعالى كده نفتح الوورد عندنا. ماشي ده شيء ممتاز. بص يا سيدي، وانت عندك كلاستر لو افترضت كمثال انت بدأت الكلاستر بتاعك وليكن زي ما احنا بدأنا، كنا بدأنا باربعة نودز عندنا صح، وبعد كده شلنا واحدة بس عشان كنا عايزين حاجة اسكازي. المهم هفترض مثال عندك، انت كان عندك كلاستر، الكلاستر ده كان فيه ثلاثة نودز زي ما احنا عندنا دلوقتي خلاص، مفيش اي تغيير خالص، بس المدير بتاعك في الشغل قال لك يلا يا عم ها معانا فلوس السنه دي هنشتري اجهزه جديده، خد ظبط الكلاستر بتاعك زي ما انت عايز، وراح قال لك خد سيرفرين جداد هم ابدا اشتغل عليهم وعيش حياتك وتعامل معاهم زي ما انت عايز، مفيش اي مشكله خالص تمام كده لحد دلوقتي. في مشكله، فانت مشكلتك في الحياه ان انت عندك كلاستر اب اند راننج خلاص، يعني كلاستر شغال مفيش اي مشكله فيه، بس مشكلتك ان انت عايز تضيف نود للكلاستر خلاص كده. فتعالى بقى نبدا اول حاجه عندنا، ان انا هيكون عندي كلاستر نود، هضيف كلاستر نود ماشي. وبعد ما اضيف الكلاستر نود دي ايه، هبدا اشوف الستاتس بتاعتها شغاله ولا لا، والدنيا تمام ولا لا، كل حاجه عنها هشوفها بالتفصيل ممل. بعد كده ازاي اشيل كلاستر نود، جه عندك مديرك قال لك يا عم ايه ده، احنا اديناك خمس اجهزه للكلاستر، لا 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 خلي الكلاستر ده على اربعه بس، او اديناك اربعه خليه على ثلاثه بس، احنا عايزين ناخد النت دي وهنستخدمها كتستنج في بروجكت تاني، او هنستخدمها في اي مشروع تاني موجود، لان بصراحه انت عندك اجهزه كتير قوي للكلاستر، انت بتهرج يعني، انت كده واخد كل حاجه في الاداره او في الشركه لوحدك، فخلاص ماشي يا عم خد نود اهي، خد ماشين واتكل على الله مش عايزين منك حاجه. يبقى انت محتاج تشيل النود دي من الكلاستر، ده سيناريو تاني. السيناريو التالت عندنا ان انت عندك نود موجوده في الكلاستر، بس جه هوب قال لك الحق النهارده اكتشفنا مشكله زي الشيل شك، ولازم نعمل مينتيننس للسيرفرز ونعمل ابجريد للسيرفرز. فانت عشان تعمل ابجريد لازم تشيل النود دي من الكلاستر، مش تشيلها مش تحذفها من الكلاستر، لا تشيلها من الكلاستر، يعني ما تخليش اي كلاستر سيرفيس شغاله عليها خالص، تمنع اي سيرفيس ان هي تتنقل عليها ماشي كده. ماشي دول اول ثلاثة تاسكس هنعملهم، دول اول ثلاثة تاسكس. طيب تعالى كده الاول نفتح التيرمينال، تعالى نفتح فيرت مانجر كده. انا كان عندي اربعة نودز كنت عاملهم 1 2 3 4، كان عندي البيز ماشين، تعالى خد منها كلونة هي زي ما انا شغال. وتعالى نسمي دي نود اي مثلا،
خلاص كده، وهعمل لها كلون اهي. بمجرد ما اعمل لها كلون هبدأ اضيفها للكلاستر مرة تانية. يا مسهل، طيب تمام، اتعمل لها كلون اهي من غير اي مشاكل. انا في عندي تعال اعمل لها اوبن كده، تعال نديها كمان نفس التايتل عشان من ايه ما نعذبش نفسنا. نود اي ابلاي كده، ده شيء ممتاز. تعالى ايه نشغل النودز اللي عندنا. تعال نبدا بالنود اللي كان عليها الايس كازي واللي كان عليها المالتي باث، او اللي كانت هستخدمها عشان اعمل مالتي باث. نود زي نود A ونود B ونود C، بمجرد بس ما دي تقوم هبدا ايه اقوم النودز اللي موجوده واحده ورا الثانيه. يا موسى طيب، النود دي تقريبا قامت اهي. ماشي، تعال نبدا بقى كده نقوم ايه بقيه النودز. تعال نود ايه كده او نقومها، او نود ايه الاول. معلش اعذروا الجهاز بتاعي، اعذروه يعني حالته نفسية تعبانة. ماشي قامت اهي. عندنا نوت بي كمان،
ماشي. مسهل. تمام جدا، ادي النود الاخيره قامت اهيا وربنا كرمها الحمد لله من غير اي مشاكل خالص. ايه اللي تقصده او ايه اللي اقصده بهاردوير بدل ما هو معمول بسوفت وير؟ بص، النتوركينج ديفايسز زي السويتشات وزي الراوترات في نوعين ريدندنسي موجودين، ممكن تتعامل مع الهاردوير ليفل، ممكن تتعامل مع السوفت وير ليفل. خلاص، مع الهاردوير ليفل فانت بتجمع سويتشين مع بعض او راوترين مع بعض كانهم راوتر واحد. خلاص، والتكنولوجيا دي لسه جديده الى حد كبير، ما كانتش موجوده قبل كده، يعني من كام سنه كده ما كانتش موجوده اصلا في السوق، بدات تظهر مع السويتشات بالنسبه للاكسس سويتشز العاديه الصغيره مع ال 3850 ومع ال 3750 برضو، بس التكنولوجيا اسمها ستاكينج، ده بالنسبه لسيسكو. والسويتشات الهاي اند العاديه، او مش الهاي، مش الهاي اند، مش العاديه، الهاي اند الكبيره زي السويتشات اللي هي بتاع الكور بقى والديستريبيوشن، فهتلاقيها الموديلات 4500 وانت طالع. التكنولوجي بتاعت 4500 وانت طالع اسمها الفي اس اس، ماشي. نفس الموضوع بتستخدمه مع السويتشات، السويتشات نفسها كمان في كمان داتا سنتر سويتشز زي النكسوس مثلا، ماشي، ودي برضو فيها ريدندنسي خاص بيها. في البروكيد وفي حاجات كتيره قوي يعني. فانت الليفل بتاع الريدندنسي على النتورك نفسه، يا اما بتطبق كهاردوير تجيب سويتشين او ثلاثه او اربعه وتضمهم على بعض كانهم سويتش واحد، يا اما تلعب مع الاي او اس نفسه وتقول له انا هيبقى النتورك بتاعتي لاير 2 او هستخدم بروتوكول زي السبانينج تري بروتوكول واوزع او اعدي الفي لانز ما بين السويتشات. خلاص؟ او هتستخدم لير 3 وهتستخدم بروتوكولات عاديه خالص زي الاو اس بي اف، بس هتبقى الجيت ويز بتاعت كل السويتشات اللي موجوده او الجيت واي اللي بتخليك تعدي من شبكه لشبكه ثانيه بتبقى عباره عن فيرتشوال اي بي ادرس. الفيرتشوال اي بي ادرس دون بتستخدم اكتر من بروتوكول عشان تحققه زي الاتش اس ار بي وزي الفي ار ار بي وغيرها. خلاص، دي مش شغلتك انت يعني، لو شغال في مكان كبير مش شغلتك انت يعني، بتدي الريكويرمنت للنتورك ادمن وهو ايه بيتصرف ويعيش حياته مع نفسه. ماشي، المهم ما علينا، نرجع مرة تانية لموضوعنا وتعالى ايه تعالى نرجع لموضوع الكاستر مرة تانية اهو. انا كونكت على نود ايه من مكان، تعالى كده اشوف نود اي دي يعني خدت اي بي ادرس كام. او اي بي ادرس شو، انا عندي الاي بي ادرس يا سيدي مش متاخد اصلا اي بي ادرس. خلاص، فانا ممكن اتاكد بس كده من النتورك دي، النتورك بتاعتها ايه نظامها. انا عندي النيك بتاعها بريدج ده هو، طيب ده شيء ممتاز.
ان ام سي ال اي كونكشن شو مش موجود. ان ام سي ال اي كونكشن اب ايثرنت 0 واي بي ادرس شو ممتاز جدا. خد اي بي 135. اي بي بتاع نود ايه كان كام؟ اي اف كونفج كده ده كان 130 130 131 132 133 يبقى ده المفروض 134. لو جيت عملت بينج على 134 بينج 192 168 188 134 مش متاخد في الشبكه اهو. ده كويس. تعال نستخدمه للماشين دي. كويس جدا. تعالى لي بقى ايه نعمل الانيشال ستوب بتاعها نديها اي بي ادرس. الاول سيستم كنترول او للاسف بلاش سيستم كنترول الاول هوست نيم كنترول. انا عندي الماشين بتاعتي اسمها لوكال هوست دوت لوكال دومين. ممكن اقول له كده هوست نيم كنترول سيت هوست نيم. الماشين دي كان الهوست نيم بتاعها ايه؟ نود اي. خلاص خلي دي نود اي دوت مصطفى دوت كوم. نود اي دوت مصطفى دوت كوم هوست نيم مره ثانيه. خلاص خد الهوست اهو. بعد كده سكيور كابي لاي تي سي يام دوت ريبوز دوت دي. انا عندي ملف اللي هو اسمه لوكال دوت ريبو ل 192.168.235/etc/yum.tribus.d. خلاص يم سيرش فيم كده. ده معناه ان او ثانيه واحده mount dev cd rom تحت var www.html rhel. المره دي المفروض ايه جابها هو. كلام جميل. يم install vim net tools bash completion ماله ده عايز ايه؟ checking rbm dash dash import etc etc pki. في عندنا cd rbm dash gbg وده ريد هات كيز اهي. نعمل لها import بعد كده ننستول ايه اللي احنا عايزينه. طبعا طبعا لو يعني المفروض لو احنا بنتكلم بشكل واقعي وعملي في الحاله العمليه مش هتعمل الكلام ده كله بايدك وتقعد تكرره. انت هتعمل الكلام ده كله وهتعمله ديبلوي عن طريق كونفيجريشن مانجمنت سيستم زي البابت او زي تشيف او زي انسبل وتتحكم فيه وتتعامل معاه. خلاص لو ربنا كرمنا وكان لنا عمر ان شاء الله ممكن ابقى ايه اظبط معاكم موضوع البابت ده مثلا او انسبل ونتكلم فيه لان الاثنين بقوا مشهورين جدا خصوصا البابت. والبابت ده حاجه عبقريه يعني. خلاص بابت بابت عارف بابت شو؟ حد فيكم شاف بابت شو قبل كده؟ بابت خلاص. وفي عندك شيف في عندك انسبل دول تقريبا اشهر ثلاثه يعني. ماشي ما علينا نرجع مره ثانيه.
بعد كده ان ام سي ال اي كونكشن شو كده ان ام سي ال اي الاول بدل ما اتعب نفسي اعمل لوج اوت واعمل لوجن مره ثانيه عشان اقدر اعمل باش كومبليشن ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي ايثرنت 0 اوتو كونكت او اسف كونكشن دوت اوتو كونكت بي اس اي بي في 4 دوت ميثود مانيوال اي بي في 4 دوت ادرس 192.168.188.2 ايوه ده ممتاز 188.2 خلاص بنجي لي هنا كده اسف ان الاول ان ام سي ال اي كونكشن وبلاش من هنا بقى بدل ما نتعب نفسنا كنترول دي كده اعمل لوج اوت وتعالى ايه تعالى هنا كده اقول له System control restart network manager NMCLI connection show احنا عملنا ايه؟ عملنا connection modify طيب ثانية واحدة كده ليه طيب انا بعذب نفسي ان mcli بس خلاص ليه العذاب ده مش عارف هي بعذب نفسي بعد كده ربي بتاعه 134 بس يا سيدي تعال بقى انستول الكلاستر سيرفيس الموجود عندك يام انستول بي سي اس وايه كمان فنس ايجنتس اول ماشي انا هنستول الباكج بتاعه الكلاستر خلاص وبتاعه الفنسنج زيها زي اي كلاستر نود عاديه يبقى اول خطوه عشان تضيف كلاستر نود عندك اول خطوه اتاكد ان الباكجز بتاعه الكلاستر موجوده ماشي اعتقد الموضوع ده واضح جدا مش محتاج اي حاجه يعني صح مفيش اي جديد فيه خالص اكيد يعني وان في نتورك يعني اكيد يعني حاجه منطقيه الحاجة التانية بعدها على طول لسه شغالة هو الحاجة التانية خليك فاكر دايما دايما قبل ما هتجوين النود دي في الكلاستر لازم الكلاستر سيرفيس تكون شغالة على نود دي خلاص معنى كده لازم تعمل ايه سيستم كنترول ستارت بي سي اس ماشي او بي سي اس دي تحديدا ماشي كده يبقى دي تاني خطوة المفروض نعملها بعد ما ايه بعد ما نستول الكلاستر باكجز هنتاكد ان الكلاستر سيرفيس بتقوم اول او الكلاستر سيرفيس قايمه مبدئيا في الاول ماشي طيب الخطوه الثالثه هتسيت اب الباسورد بتاع الكلاستر يوزر حد فيكم فاكر الكلاستر يوزر كان اسمه ايه ها كان في يوزر بستخدمه عشان اسينك او عشان اخلي الكلاستر نودز يكلموا بعض كان اسمه اتش اي كلاستر مظبوط زي ما الراجل عمرو ده قال طيب الخطوه اللي بعد كده هروح اعمل اوثنتيكيت للنود دي على اي نود من النودز بتاعه الكلاستر ماشي
بعد عملت اوثنتيكيت ليها على اي نود من النودز بتاعت الكلاستر، ايوه عشان اكستشينج الكيز. خلاص بعد كده هايه هاد النود دي للكلاستر عشان تبقى فعليا جزء من الكلاستر او ممبر من الممبرز بتوع الكلاستر، ماشي كده. يقدر الكلاستر يرن عليها كوماندز، ممكن يتشيك الستاتس بتاعتها، ممكن يعمل اللي هو عايزه معاها، ماشي. طيب ده كلام ممتاز. طب تعالى نطبق النودز كده. انا اول خطوه عملتها ان انا سطبت الباكجز. تاني خطوه بعد كده سيستم كنترول ريستارت بي سي اس دي، بعد كده سيستم كنترول انيبل بي سي اس دي، بعد كده سيستم كنترول ستاتس بي سي اس دي اهي اكتف راننج، وايه كمان وعندك هنا هو انيبلد، ماشي. ده شيء ممتاز، ما فيش اي مشكله كده. الخطوه اللي بعدها ممكن اجي اقول له باسورد اتش اي كلاستر، هدي له الباسورد. خلاص بعد كده عامل ايه على اي نود من النودز بتاعت الكلاستر، تروح على نود ايه بقى، نود بي نود سي مش فارق معاك خالص، هتقول له ايه بي سي اس كلاستر ايه اوث لمين يا عم الاول. ثانيه واحده، انا في خطوه نسيتها خالص. الكلاستر نودز بيكلموا بعض عن طريق الهوست نيمز، يا اما كلهم يكلموا بعض عن طريق الهوست نيمز يا اما كلهم عن طريق الاي بي ادريسز، وانا بفضل الهوست نيمز وانت شغال. طيب دلوقتي انت في عندك ده يعرف بينج كده نود اي، ما يعرفش حاجه اسمها نود اي، فانت يا اما يكون عندك دي ان اس ودي ان اس شغال، يا اما تعمل ايه تفتح هوستس كده وتقول له النود دي اسمها نود اي، بعد كده هنعمل سكيور كابي كده لاي تي سي هوستس لنود اي اي تي سي هوستس، لا اسف بلاش نود اي، نود بي بقى، انا اصلا على نود اي، عندك نود بي، عندك كمان نود سي، عندك كمان نود اي او نود دي الاول، المشين دي. طيب كات كده اي تي سي هوستس، الورك ستيشن كان اسمها دبليو اس، الله زي الفل. انا قايل لك على الورك ستيشن عشان بعد كده لما احب انده عليها باسمها ما يبقاش فيه مشكله. خلاص بعد كده ممكن اجي على اي نود من النودز دي، على نود ايه مثلا او نود بي، واقول له كده بي سي اس كلاستر عايز تعمل لي ايه يا سيدي، هعمل اوث لنود اي دوت مصطفى دوت كوم، قال لي اليوزر نيم اتش اي كلاستر والباسورد بتاعته اهي. بص unable to connect to BCSD، ده معناه ان في عندك مشكله مش قادر يكومينيكيت والسيرفس شغاله، معناها ان المشكله فين يا معلم؟ في الفاير وول على طول، خط لزق، ماشي. ده حاجه المفروض تكون عندك من المسلمات. تعمل كده firewall dash cmd dash dash add service high availability و permanent. خلاص كده تعالى كده مرة تانية، اهون قال لك نود اي اوثورايزد، يا سلام زي الفل، ده حاجه ممتازه جدا. خلصنا احنا كده، ها المفروض الخطوه اللي بعدها اعمل ايه؟ لا اتلخبطت انا في حاجه، اتلخبطت انا في حاجه. المفروض كنا عملنا الاول على النود دي، المفروض كنت اد النود واعمل لها الاول، اد النود الاول، فممكن اقول له كده بي سي اس بي سي اس اي بي سي اس
تعالى كده. مش بي سي اس كده نود اد ماشي بي سي اس نود اد اللهم صل على النبي. لا تعالى هنا كده بي سي اس نود اد نود اي دوت مصطفى دوت كوم لا هي المفروض بي سي اس اعتقد لا كلاستر كلاستر نود اد خلاص كده تمام. المفروض اروح على النود اي بقى واقول لها اعملي كمان اوثرايز لبقيه النودز اللي موجوده بي سي اس كلاستر اوث كده بس خلاص شكرا. قال لك اوريدي اوثرايز لان انا عملتها قبل كده. طيب كلام جميل. يبقى انت المفروض عندك خطوتين خطوتين عشان تضيف النودز دول للكلاستر. الخطوه الاولانيه هتعمل اد للنود خلاص. الخطوه الثانيه هتعمل لها اوثرايز ماشي كده. حلو جدا. لحد دلوقتي في مشكله؟ لو رحت بقى كده تقول له بي سي اس كلاستر ستيتس بي سي اس كلاستر ستيتس كده قال لك بص الكلاستر مش شغال دلوقتي على النود دي. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ طب بص كده بي سي اس كلاستر ستيتس بص بص اقول لك ايه اصلا ثلاثة نودز كونفيجرد رغم ان انا في عندي أربعة هم في أربعة بس بقول لك ثلاثة بس هم اللي كونفيجرد فيهم. شفت الكلام بقى يا معلم؟ ها ده ليه بقى؟ حد كده يفكرني ليه؟ ها حد يفكرني ليه؟ لا المفروض بعد ما ضفت النود للكلاستر لازم اقول له شغل الكلاستر سيرفيس اللي على النود دي عشان تبقى ممبر في الكلاستر. هي حاليا ممبر بس انا عايز اقول له شغلها عشان تبقى اوبريشنال ستيتس عايزها تبقى شغاله جوه الكلاستر. حاليا هي جون الكلاستر زي بالظبط انت في المدرسه طب انت بتروح تحضر في الفصول لا برافو عليك ايه اللي انت استفدته ايه بالظبط كده عامل زي طالب فعليا مقيد في المدرسه اسمك ان انت طالب موجود على او موجود في دفاتر وزاره التعليم بس انت بتحضر لا يبقى بتعمل حاجه بتعملش اي حاجه. فانت المفروض في عندك خطوه كده ناقصه اللي هي ايه على اي نود اي نود من النودز بتاعه الكلاستر تعال نود ايه مثلا كده وتقول له بي سي اس كلاستر ستارت واقول له ستارت على نود اي دوت مصطفى دوت كوم خلاص. طيب بالمناسبة أنا قلت لك قبل كده في خازوق هيحصل معاك لو عملت ريستارت للنود دي النود دي هتعمل إيه اللي هيحصل؟ هتفضل برضه ما تروحش المدرسة. يعني إيه اللي هيحصل لها بكل بساطة؟ هتبقى موجودة جوه الكلاستر هي منبر في الكلاستر بس مش هتبقى أوبريشنال خلاص. فأنت المفروض بعد ما عملت الحركة دي لازم لازم تعمل إيه؟ بي سي اس كلاستر انيبل النود دي خلاص كده. رجعت مره تانية هنا وجيت قلت له كده ستيتس بص ايه اللي حصل المره دي بقى عندك كام نود كونفيجرد اهم وكان فعليا كام واحده البي سي اس ستيتس كام واحده موجوده فعليا اربعه معنى كده ان الاربعه ممبرز في الكلاسترز والاربعه اوبريشنال خلاص ماشي كده. طيب
تعالى نروح للسيناريو التاني بتاعنا، تعالى نروح للسيناريو التاني. يبقى ده اول سيناريو، الراجل مديرك اداك سيرفر وقال لك ايه، خده استخدمه للكلاستر. حلو، تعالى لو نستخدمه، ضفنا السيرفر للكلاستر والدنيا قامت، بس خلاص كده مفيش اي مشكله خالص، مش كده؟ يبقى كده السيرفر اتضاف للكلاستر. طيب تعالى نحط المثال التاني او الـ 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 المشكله التانيه. الراجل جه قال لك الحق، الناس بتوع السكيورتي بتاعك بتوعكم جم قالوا لكم تعالى يا حاج عندك مشكله. ايه يا عم المشكله؟ قال لك اكتشفوا مشكله او في بج قفشوها في السيرفيس الفلانيه، ولازم تعمل مينتيننس بيريود وتعمل ابديت للسيرفر ده. فانت مضطر غصب عنك ان انت لازم توقف السيرفيس، او لازم تمنع كل السيرفيسز بتاعه الكلاستر ان هي تقوم على النود دي. بمعنى اخر، لازم تخلي النود دي ولا كانها موجوده. خلاص، من الاخر كده اديها اجازه عارضه، ما تعملش اي حاجه فيها في حياتها. ماشي؟ لا، مش هطير النود من الكلاستر، النود ممبر في الكلاستر، بس انا هخليها زي اوف لاين بالظبط. ايوه، حاجه كده شبه الاوف لاين. خلاص، هي اب اند راننج، بس امنع ان اي سيرفيس من السيرفيس بتاعت الكلاستر تتنقل عليها. انا عايز امنع ان اي سيرفيس من السيرفيس بتاعت الكلاستر ان هي تتنقل عليها. خلاص، فانت عشان تعمل حاجه زي كده، موضوع بسيط جدا، انا عايز اعمل الموضوع ده على نود اي مثلا. فتعالى على اي نود من النودز بتاعت الكلاستر، النود اللي تعجبك فيهم، ها، هتقول له كده بي سي اس، اسف، بي سي اس كلاستر ستاند باي. اني نود يا عم؟ لنود اي دوت مصطفى دوت كوم كده. خلاص، بي سي اس كلاستر ستيتس مره ثانيه، بص ايه اللي حصل. بي سي اس هتقول لي مش باينه قدامي، انا عندي اربعه كونفيجر والبي سي اس شغاله على اربعه. هقول لك ايوه فعلا، هو ده اللي حصل، انا عندي اربعه كونفيجر. خلاص، والبي سي اس ديمون شغاله على اربعه برضو. بس بص كده، بي سي اس ستيتس نودز كده، بص كده ايه اللي حصل عندك، تعال جيب بالك كده عشان تشوف، خد بالك منها. بص، البيس ميكر نودز، البيس ميكر شغال على اي نودز من اللي موجوده عندك؟ قال لك الثلاثه دول اونلاين. طب كم واحده ستاند باي؟ هي واحده بس اهي، شفت بقى؟ طب كم واحده اوف لاين؟ كم واحده اصلا مش قادر اكومينيكيت معاها من الاساس؟ ها، ايه رايك؟ ماشي كده؟ طيب، كلام جميل. دلوقتي هفترض برضو نفس الافتراض، او هفترض افتراض ان انت راجل محترم سيستم ادمن، عملت ابجريد للسيرفر وعملت له ريبوت والدنيا بقت تمام وكل حاجه زي الفل واخر حلاوه. محتاج تعمل ايه؟ هي كانت ستاند باي صح؟ عايز ترجعها من الستاند باي عشان تهوست اي ريسورس من الكلاستر عليها. انت عايز تعمل سيرفيس اسمها اباتشي تحطها عليها. طول ما هي ستاند باي مش هتقدر تشيل الاباتشي بتاع الكلاستر ده خالص. طول ما هي ستاند باي مش هتبقى قادره ان هي تشيل اي ريسورس من بتوع الكلاستر. طب انت عايز ما تخليهاش ستاند باي بقى، عايز تشيلها من الستاند باي دي، عايز ترجعها اوبريشنال مره ثانيه، عايز ترجعها تشيل الريسورسز او السيرفيس بتاعت الكلاستر، لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل كده، بي سي اس كلاستر ان ستاند باي لمين يا عم؟ لنود اي دوت مصطفى دوت كوم. خلاص، تعال هنا كده ستاتس بتاعت النودز، ها، بص ايه اللي حصل، كلهم رجعوا مع بعض، كلهم بقى اوبريشنال مره ثانيه. صعبه الحكايه اللي انا عملتها دي، ها، حد عنده اي مشكله؟ ها، حد عنده اي مشكله في اللي انا عملته؟ يبقى لو عندك نود وعايز تعمل لها مينتيننس ومش عايز النود دي تهوست اي سيرفيس من بتاعه الكلاستر، ها، هتعمل لها ايه؟ هتخليها ستاند باي. طب عملت لها ابجريد خلاص والموضوع انتهى، وعايز ترجعها مره ثانيه تشيل اي ريسورس من بتوع الكلاستر، لازم تعمل لها ايه؟ لازم تعمل لها ان ستاند باي. اعتقد الحته دي مفهومه جدا ومش فيها اي مشكله. طيب الحاجه الاخيره بقى، الحاجه الاخيره، انت المفروض تعمل ايه؟ عندك نود وعايز تشيلها خالص من الكلاستر، ماشي،
يعني كان عندك سيرفر وجه المدير بتاعك قال لك يا عم السيرفر اللي اديته لك دوت هات السيرفر اب بالسيرفر ماشي كده ماشي هتعمل ايه هتعمل ريموف النود دي كنت تيجي هنا كده وتقول له بي سي اس نود او بي سي اس كلاستر نود عندك ريموف لمين يا عم لنود اي خلاص كده واوتوماتيك هيعمل ابديت للكروسينك فايلز لو جيت هنا كده قلت له كلاستر از نود كرنتلي رانينج اون سيس نود مفيش كلاستر هنا اصلا خلاص بي سي اس ستاتس نود اه اتشالت اهي ها صعبه يبقى لو عندك اي كلاستر نود وعايز تطلعها طيب انا هقول لك على حاجه بقى اقول لك على سيناريو بقى هقول لك على سيناريو وهقول لك ايه المفروض تعمله فيه هديك سيناريو انت كان عندك كلاستر سيرفيس اسمها اباتشي خلاص او اسمها اف تي بي او اسمها ايا كان الاسم بتاعها مش فارق الاسم بتاع السيرفيس دي سيرفيس اباتشي وناخد الاباتشي كمثال لانه هو اسهل حاجه بنتعامل معاها ماشي كده الاباتشي ده كان شغال على نود اسمها نود اي كان شغال على نود اي وفي نفس الوقت جالك المدير بتاعك الغلس وقال لك انا عايز السيرفر اللي هو اسمه نود اي دون انا عايز السيرفر ده تحديدا فانت ايه رايك تريموف النود على طول ولا المفروض تعمل لها ستاند باي وبعد كده ريموف ها انا عن نفسي انا على فكره ما فيش اي بريفرنس فيها يعني ممكن تعمل دي او تعمل دي براحتك بس انا افضل تعمل لها ستاند باي ايوه ايوه شيلها بالشياكه شيلها يعني خليك محترم وانت بتشيلها يعني بعد كده اعمل لها ريموف ما تبقاش حلوف وانت شغال مع النود يعني ماشي كده ماشي يبقى لما تيجي تشيل نود خليك محترم شيل الاول او اسف اعمل ستاند باي للنود وبعد كده ايه اعمل لها ريموف خلاص طيب كلام جميل الناس بس اللي بنقله بيبيضوا الكلام ده وبكتبه في ورق بلاش يكتب الكلمه دي بلاش يكتب حلوف يعني خلاص طيب تعالى ايه ننقل على اللي بعدها تعالى ننقل على اللي بعدها يبقى احنا كده ايه يعني عملنا الحاجات البسيطه جدا بتاعه الكلاستر او الاوبريشنز البسيطه خلاص بتاعه الكلاستر وايه وتعالى على اللي بعده تعال بقى يا سيدي ننقل على موضوع جديد خالص خالص بالنسبه لك اسمه الكورم خلاص ايه موضوع الكورم ده بقى تعال كده نتكلم عليه بكل بساطه حد فيكم فاكر الانتخابات حد فيكم فاكر الانتخابات ايام ما كان في انتخابات يعني ايام ما كان في انتخابات في البلد دي في الانتخابات كان او عند الناس المحترمه عند الدول المحترمه في الانتخاب في اي انتخابات في الدنيا عشان تكسب لازم تاخد 50% ثانيه واحده كده بمناسبه عشان بس ايه المشكله ما طلعتش في التابلت المشكله طلعت في القلم نفسه البطاريه بتاعته بس مش لاقي بطاريه على قد الحجم بتاعه حتى الان يعني مش لاقي والله بطاريه صغيره القلم بيكتب وكل حاجه بس البطاريه هي البطاريه صغيره جدا عمال ادور عليها بس مش لاقيها فعند الناس المحترمه اللي عايز يكسب في الانتخابات لازم ياخد 50% زائد واحد خلاص كده طيب ثانيه واحده كده بس افصل الفيديو ثانيه لحد ما اظبط القلم ده طيب تعال نرجع نكمل كده تعال نرجع نكمل نرجع تاني لموضوعنا اللي هو الموضوع بسيط خالص موضوع الانتخابات خلاص موضوع الانتخابات ده ما فيش فيه اي اختراع خالص كل الفكره قايمه على ان عشان اي حد يكسب الانتخابات عشان اي حد يكسب لازم ياخد معاه كام نسبه وتناسب لازم ياخد 50% زائد صوت واحد كمان خلاص طيب حلو جدا لو خد 50% زائد واحد ممكن بيسموها ايه بالعربي اللي هو الحد الادنى من النجاح بتاعه او بيسموها ايه يعني زي ما يكون حقق اغلبيه يعني ممكن تسميها بالعربي كده حقق اغلبيه خلاص طيب كلام جميل ايوه
طيب ليه انا محتاج يكون عندي اصلا الكورم ده، او لازم يكون عندي اغلبيه؟ ليه؟ لا مش اكتساح ولا حاجه، 50% زائد واحد ده مش اكتساح. ليه انا محتاج يكون عندي 50% زائد واحد؟ بص انا عندي الكلاستر اهو صح، قاعدين نتكلم من الصبح، هيكون عندك هنا في شيرد ستورج موجوده، ادي ستورج اهي خلاص، وهيكون في عندك كلاستر نودز اهي. ودول هي اكسل ستورج، ده هي اكسل ستورج، ده اكسل ستورج، وفي عندك كلاستر نود ثالثه اهي، ودي كمان اكسل ستورج خلاص، وعندك واحده كمان رابعه اهي، ودي كمان محتاجه اكسس للستورج خلاص. طب السؤال بقى، السؤال هل ينفع ان في نود تقول انا اللي هاكسس الستورج كده بالعافيه؟ هل ينفع ان في نود تقول لك انا هاكسس الستورج كده بالعافيه غلاسه كده وخلاص؟ مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. هي اي واحده في الاربعه، ما يمكن الثانيه تيجي تقول لك لا 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 انا اللي هاكسس يا عم، تيجي الثالثه تقول لها لا. بالظبط، احنا مش في مصر، مفيش عندنا واحد كده يمسك السلاح الصبح يقول لك ايه انا ماسك البلد ديا ومحدش له حاجه عندي، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده بيحصل اساسا. ماشي، فلازم يكون المجموعه اللي معاها الاغلبيه، لازم يكون المجموعه اللي فيها الاغلبيه هم اللي ايه يحددوا كده واحده منهم يقول لك ايه انت اللي هتمسك الكلام دوت. طيب كلام جميل. طيب يا سيدي السؤال بقى، ولنفترض ان حصل عندنا مشكله في الكلاستر، ولنفترض ان حصل عندنا مشكله في الكلاستر زي المشكله اللي حصلت بين السيسي وبين الاخوان، ها بين العسكر والاخوان يا سيدي، ها مين فيهم اللي يمسك؟ هل اللي معاه سلاح اكتر ولا الايه؟ اللي له اكسس للستورج ولا ايه بالظبط؟ انا مش عارف ايه اللي هيتعمل يعني. عدلي منصور اللي يمسك، القضاء يجيب حد تاني بره خالص هو اللي يمسك القضاء صح؟ حلو. طب الحل ايه؟ في مشكله موجوده، ها ايوه بالظبط. بص يا سيدي، بغض النظر عن امكانياتك كجهاز، ماليش دعوه بامكانياتك، ماليش دعوه باي حاجه ليك، هشوف هل انت معاك اغلبيه لسه ولا لا. لو انت معاك اغلبيه خلاص امسك. طب لو انت معكش اغلبيه، لو هم دول اللي معاهم الاغلبيه، لا يا معلم انت بالنسبه لي هتعتبر، انت بالنسبه لي هتعتبر نود ما معهاش اغلبيه، هعمل لك عمليه اسمها فينسينج. الفينسينج دي بكل بساطه هطلعك بره الكلاستر خالص عن طريق ان انا اعمل لك immediate reboot خلاص، هعمل لك ريبوت بشكل شبه كامل خلاص، ومش ريبوت عادي كمان، لا ده انا كانك شديت الفيشه على المكنه دي. ماشي، لان لو انت كان ليك اكسس على الـ على الستورج وهوب ايه اللي حصل؟ ما بقتش قادر تتكلم بايدي النودز، فايه اللي هيحصل؟ هتيجي نود تانية تقول لك لا لازم اكسس الستورج، فايه اللي هيحصل برضه في النهايه؟ هيبقى في عندك اتنين نودز بيأكسلوا ستورج، النود الاصليه ونود تانيه عايزه تاكسسها، فانت كده وديت نفسك في داهيه، اتنين نودز هيأكسلوا ستورج، فايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كوربشن في الداتا اللي موجوده عندك. مع السلامه، برافو عليك. ايوه هيحصل سيتويشن اسمه سبليت برين. سبليت برين دي يعني ايه؟ من الاخر كده زي اللي رقصوا على السلم بالبلدي كده زي ما احنا بنقول يعني. زي اللي رقصوا على السلم بالظبط. سيتويشن بيكون عندك فيه نص النودز بتاع الكلاستر شايفه ان هي ليها احقيه، والنص الثاني شايف ان هو له احقيه. طيب برضو الموضوع ما بيتحلش كده عافيه يعني، الموضوع ما بيمشيش عافيه خلاص، مش موضوع هو مين اللي معاه سلاح ولا مين اللي معاه قوه هو اللي هيتحكم، ما بتمشيش كده، لا بتمشي مين اللي معاهم الاغلبيه، اللي معاهم الاغلبيه هي اللي تتحكم. طيب المفروض لما حاجه تتحسب مش هنحسبها كده جهجهوني، الموضوع مش هيمشي كده ببساطه بكل بساطه كده، لا الموضوع هيمشي بعملية حسابية خلاص، الموضوع هيمشي بعملية حسابية. ماشي كده؟ لا برضو مش فيش حاجة اسمها اختيار مانيوال، انت ممكن تدي الواحد زي بالظبط كده ما رئيس الجمهورية، زي ما رئيس الجمهورية من حقه انه يعين
مش عارف كام واحد في مجلس الشعب غلاسه، ممكن تقول له انت بدل ما الفوت بتاعك قمت بواحد اخليك بقمت باثنين او بثلاثه او باربعه. خلاص مش هتقول ان دي هتبقى هي، لا مفيش الكلام ده، مش حاجه اسمها تختار رئيس الجمهوريه. خلاص هتديله ان هو يكون له الصوت بتاعه عالي شويه، خلاص، بس مش هيكون هو ايه، او الجزء بتاعه مش شرط يكون هو اللي ايه الكورم، ماشي كده. طيب الكورم كالكوليشن بقى عشان تتحسب الموضوع بسيط جدا، موضوع بتاع الكورم عشان يتحسب موضوع بسيط جدا. بص عشان اقول لك الكورم ده متحقق ولا لا، يعني لو انت عندك كلاستر نودز، الكلاستر نودز دول فيهم 4 نودز، خلاص، او بلاش النودز تعديك الاول، القانون بتاعه بتحسب او القانون بتاعه ايه وبتتحسب ازاي بعد كده. موضوع بسيط جدا في القانون، القانون بيقول لك عشان تحسب الكورم، وهديله رمز كده حرف كيو، اهون تعالى لي هنا كده، عشان تحسب الكورم يا ريس، الكورم بتاعك هيتحسب ازاي؟ موضوع بسيط جدا، هتقول له الفلور، عارفين الفلور بتاع الاكسبكتد فوتس على 2، خلاص، او على اسف او على 2 اهي زائد 1، خلاص كده. ماشي، ده الفلور. ايه بقى موضوع الفلور دون؟ معرفش كم واحد فيكم دخل حاسبات، ومعرفش كم واحد دخل هندسه عشان يعرف الفلور دي. الاول في عندنا دالتين كده بساط جدا، في عندنا دالتين بساط جدا، في داله بسيطه جدا اللي هي التقريبيه، والتقريبيه دي هفكركم بيها اللي كانت بتتاخد في ابتدائي وفي اعدادي، اللي هي كانت ايه؟ لو قلت لك 3.5 او 3.5 من 10 تقريبا تتحسب 4. طب 3.4، 3.4 ها 3.4 تعتبر 3. طب 3.9 ايوه لاقرب عدد صحيح، دي كان اسمها الداله التقريبيه. طب الفلور بقى هي ايه الداله الثانيه؟ الفلور بقى هو الحد الادنى، الفلور هو الحد الادنى، يعني 3.7 الفلور بتاع 3.7 هو 3. طب الفلور بتاع 3.9 هو 3 برضه، بتنزل للعدد للرقم اللي قبل منه مش للرقم اللي قريب منه، وصلت؟ طب 3.1 برضه هيبقى الفلور بتاعها 3، خلاص؟ طب 3.999 هيبقى برضه 3، خلاص كده؟ هو ده الفلور. ها صعبة الحكاية دي؟ صعبة الحكاية دي؟ طيب الاكسبكتد فوتس باي ديفولت كل نود ليها فوت، كل نود من حقها تصوت، كل نود من حقها تنتخب، خلاص؟ اي نود. طب الفوت بتاع كل نود قمته بكام؟ الفوت بتاع كل نود قمته بواحد باي ديفولت. انت ممكن تعدل الفوت ده وتقول له انا عايز النود دي يبقى الصوت بتاعها باتنين، ممكن تعدل الصوت، خلاص. طيب يبقى الفوت باي ديفولت ليها قيمه بواحد. طيب كلام جميل، تعال كده نحسبها عشان اقول لك ان انا الكورم متحقق، عشان اقول لك ان الكورم متحقق او في اغلبيه متحققه لكلاستر نودز عددهم، وليكن عندي كلاستر نودز عددهم 4، اهون عندي 4 كلاستر نودز، يبقى المفروض عشان اقول فيه كورم متحقق هيقول لك الفلور بتاع الاكسبكتد فوتس، الاكسبكتد بتاع الاربعه، ان عندك 4 نود صح؟ يبقى المفروض يجي لك 4، صح؟ المفروض لو كل الكلاستر نودز مظبوطه المفروض يجي لك 4، 4 على 2 فيها كام؟ 4 على 2 فيها ال 2 صح؟ 2 زائد 1 ب 3، يبقى عشان اقول لك ان في كورم موجود لازم من الاربعه نودز دول
يكون في ثلاثة شغالين أو ثلاثة ينفعوا تحط السيرفيس عليهم. ها إيه رأيك؟ طب لو عندك ثلاثة نودز، تعالى كده أديك مثال تاني، عندك ثلاثة نودز المفروض يكون في كام واحدة شغالة؟ ها ثلاثة نودز، ثلاثة على اتنين بواحد بوينت خمسة زائد واحد كام؟ 2.5. الفلور بتاعهم يبقى كام؟ 2. يبقى لو عندك 3 نودز لازم على الاقل 2 يكونوا ايه؟ لازم على الاقل 2 يكونوا شغالين وينفع تنقل عليهم ريسورسز. في ماشي كده؟ طيب لو عندك كلاستر نودز في 6 نودز، او عندك كلاستر في 6 نودز، ها 6 6 على 2 فيها 3، 3 زائد 1 بكام؟ 4. الفلور بتاع الأربعة بكام؟ لو عندك ستة يبقى أنت على الأقل لازم يكون عندك كام نود شغالة؟ أربعة. ها وضحت؟ اتفهمت اللعبة؟ اتفهمت؟ لو حد وقع منه الحتة دي وقفني. حلو جدا. بص بقى، عندك في خازوق عجيب بيحصل مع الفلور ده أو هيحصل مع الكورم. إيه الخازوق ده وهيحصل إمتى؟ الخازوق ده هيحصل لو عندك 2 نودز موجودين، وهقول لك ازاي تحلها كمان دقيقتين. خلاص دقيقتين بالظبط وهقول لك ازاي تحلها. لو عندك 2 نودز، 2 نودز تعال احسبها كده، 2 على 2 فيها الكام؟ فيها الواحد، صح؟ 1 زائد 1 طلع بكام؟ ب 2. الفلور بتاع الاثنين بكام؟ ب 2، صح؟ انت اصلا عندك 2 نودز، معنى كده ان لو واحده وقعت فايه اللي حصل؟ الكلاستر كله بقى داون، مفيش اي سيرفس اصلا رغم ان في واحده لسه شغاله. فهو ده الخازوق اللي بيحصل. انت عندك كلاستر مكون من 2 نودز، واحده منهم وقعت هتروح الثانيه كمان واقعه معاها. الكلاستر اصلا مش هينقل الريسورس على المكنه دي، مش هيرضى ينقل الريسورس على المكنه دي. خلاص؟ فانت هيكون في عندك حل من اتنين، يا اما تقول الكلاستر انا عندي النود الاولانيه بدل ما هي ليها فوت واحد او قيمه الفوت بتاعها بواحد خليه لي يا عم بتلاته مثلا. ماشي؟ ها ينفع الحل ده؟ ينفع الحل ده؟ حد يفكر كده، ده انا هوديكوا في داهيه دلوقتي. لا ليه؟ دي بقول لك تمام، دي ايه زي الحلاوه، ماشي معاه زي الفل. لو قلت لك خلي دي بثلاثه، ثلاثه، وكان عندك نوت كمان يبقى كده باربعه، اربعه على اتنين فيها اتنين، صح؟ اتنين زائد واحد ثلاثه، انت عايز الفلور بتاع الثلاثه، انت اصلا عندك اتنين نودز، صح؟ كلكم هتتضربوا. لا الحل ده ينفع، الحل ده ينفع على فكره، الحل ده ينفع. سرحت بيكوا صح؟ تعالى اقول لك ينفع ليه وازاي. تعالى اقول لك ينفع ليه. انا عندي اتنين نودز اهم يا سيد، النود الاولانيه وادي النود الثانيه، قلت له انت ليك صوت واحد وقلت له انت ليك ثلاثه. التوتال اكسبكتد كام يا حاج كده؟ الاكسبكتد كام؟ اربعه، صح؟ 4 على 2 زائد 1، 4 على 2 بكام؟ ب 2 زائد 1، ها 2 زائد 1 كام؟ 3. الفلور بتاع التلاتة ب 3 برضه، معنى كده إن لو النود دي وقعت النود دي محققة لك 3، الفلور بتاع التلاتة ب 3 صح؟ محققة 3؟ آه، يبقى طول ما النود دي أب الدنيا زي الحلاوة. شفت أنت بقى ينفع ولا لأ؟ تنفع، ده حل وينفع. ده حل وينفع. خلاص؟ ماشي؟ يبقى طول ما في عندك النود اللي هي كذا او النود اكس شغاله تفضل الدنيا تمام. ماشي؟ طيب في حل تاني للموضوع دول؟ حد يفكر كده بسرعه؟ حد يفكر تاني كده بسرعه؟ ها؟ الايه؟ لو النود 3 داون الدنيا راحت، خلاص مع السلامة.
لو النود 3 داون الدنيا راحت، مع السلامة. الحل هقول لك عليه، وجايين له حالا، جايين له حالا اهو، جايين له، اصبر بس، قلت لك دقيقتين بس بعدها خلاص. تعالى كده هوريك بقى ايه الستيتس بتاعت مين، بتاعت الكورم. يلا يا عم التقيل، ماشي. تعال نضيف النود الاول، بي سي اس كلاستر اد نود اي دوت مصطفى دوت كوم. كلاستر نود اد خلاص، بي سي اس كلاستر اوث، او قبل ده كمان بي سي اس ستارت، وايه كمان، وانيبل خلاص كده ماشي. بي سي اس كلاستر ستيتس زي الفل، ده شيء رائع، شيء ممتاز. لو عايز تشوف حاله الكورم بقى، حاله الكورم، الكورم بتاعك ها حالته ايه، ممكن كده اقول له كروسينك كورم تول. تعالى هنا كده وتعالى ناخدها كده على لسه عشان نشوفها اهي. بقول لك الكورم انفورميشن، انت عندك كام نودز؟ ها أربعة. النود اي دي بتاعتك، بص بص كده، كوروسينك كورم تول اهي، وتعالى ناخدها كده على لس. خلي بالك كل نود في الكلاستر بيكون ليها اي دي، النود اللي هي اي ديا، النود اي اهي ليها اي دي كام؟ أربعة. خليك فاكر النود اي دي دون عشان ارجع له كمان شويه. النود رقم ايه مثلا خدت اي دي رقم كام؟ رقم واحد ماشي. كلهم في نفس الرينج اي دي. انا قلت لك الكلاستر كده في الاول خالص، اول سيشن خالص قلت لك الكلاستر كده بيعمل زي رينج كده، كل مكنه تسال اللي جنبها، كل مكنه تسال اللي جنبها صح، بيعمل كده حلقه صغيره كده جنب بعض زي فتحي يا ورده كده وقفلي يا ورده بتاعتنا بتاع ايام زمان، كل نود تكلم اللي جنبها عشان تتشكي هي موجوده ولا لا خلاص. فهو ده الرينج اي دي. طيب كلام جميل. بعد كده هل الكورم ده او هل الكلاستر ده معاه اغلبيه دلوقتي؟ هل المكنه دي في الاغلبيه بتاع الكلاستر؟ ايوه، ومعمول لها كورة اهي. والفوتنج انفورميشن الاكسبكتد كام؟ أربعة. الهايست اكسبكتد أربعة. التوتال أربعة. طيب الكورم، الكورم هيتحقق لو معاك على الاقل كام صوت؟ على الاقل كام صوت؟ ثلاثة. ال 160 ده الرينج اي دي، ده اوتوماتيك بيتعمل، كل مرة هتريستارت الكلاستر فيها هتلاقي خد رينج اي دي مختلف. كل مرة هتريستارت الكلاستر فيها هتلاقي خد رينج اي دي مختلف. ريستارت الماشينز كلها واشتغل مرة تانية هتلاقي خد رينج اي دي مختلف. خلاص؟ طيب، كلام جميل. بعد كده الممبر شيب، ادي النود زي هي، وبقول لك ان نود اي دي هي اللوكال نود. طب بص كده، النود اي دي، نود اي واخدة نود اي دي كام؟ واحد. طب دي النود بي واخده نود اي دي كام؟ اثنين. طب نود سي واخده نود اي دي كام؟ ثلاثة. وهكذا. ايه رأيك؟ خلاص؟ ها واضحة الحكاية دي؟ ايوه مكتوب برضو لكل نود. ايوه طبعا مكتوب لكل نود، وخلي بالك النود اي دي ده مهم، هيجي لك النود دلوقتي حالا. ها النود اي دي دون خلي بالك عشان هرجع له كمان دلوقتي حالا، خلي بالك منه. ها
ما تنساش ان كل نود هيكون ليها رقم مميز ليها. النود ادي هيفرق معايا امتى؟ دقيقتين بالظبط هقول لك هيجي هيفرق معايا امتى. دقيقتين بالظبط. لا مش لازم يكون سيكونس. لو ضفت نود دلوقتي حالا وبعد كده شلتها وضفت نود، او ضفت نود مثلا وليكن نود اف ونود جي، نود اف هتاخد رقم ونود جي هتاخد رقم، بعد كده رحت انت شايل نود اف هتبقى نود جي واخده رقم تاني خالص، صح؟ يمكن تلاقي واحد واثنين وثلاثه واربعه وسته وخمسه تتشال، خلاص؟ مش شرط يكونوا، مش شرط يكونوا بنفس السيكونس يعني، مش شرط. شبه فكرة الرينج نتورك. أيوة لو عملت اي دي، لو عملت ريستارت الاي دي ثابت. والله طيب نفسك ليه؟ ريبوت بس خلاص. طيب معذبنا يا عم. بص دلوقتي ايه اللي حصل؟ قال لك الاكسبكتد 4، التوتال اللي عندك كام؟ كان من شويه 4 صح؟ بص ايه اللي حصل له بقى كام؟ ها بقى 3 صح؟ بص الرينج اي دي ايه اللي حصل له؟ خلي بالك كده الرينج اي دي. ها معلم يا معلم، مين اللي كان بيسال؟ ضياء. ضياء كان بيسال من شويه الرينج اي دي الرقم ده جه منين؟ قلت لك كل مره ريستارت السيرفس بتاع الكلاستر مع السلامه. اول ما عملت ريستارت والسيرفس حاسس ان في ابديت حصل، ايه اللي حصل لها؟ الرينج اي دي اتغير. خليك فاكر كل مره هتعمل ريستارت للسيرفس دي او هتوقف السيرفس او هتفتحها مره ثانيه الرينج اي دي هيتغير، ماشي؟ ادي اول ملاحظه، الرينج اي دي بتغير بشكل اوتوماتيك، ماشي؟ طيب كلام جميل. نشوف كده المكنه دي قامت ولا لا. النود اي قامت اهي مره ثانيه. خدت نفس الرقم اهي، خدت نفس الرقم. ليه؟ لان ما كانش في حد ثاني قبلها. عارف هتاخد رقم مختلف امتى؟ لو انت كان عندك نود وليكن انت ضفت نود اي ونود اف وبعد كده رحت شايل نود اي من الكلاستر خالص، فكانت نود اي واخد رقم 4 ونود اف كانت واخد رقم 5، كده النود زي بقى عندك 1 و2 و3 و5، 4 اتشالت خلاص. فمش شرط تلاقي دايما 1 2 3 4 5 وهكذا بالتفصيل، لا كنت تلاقي كان في نود موجوده وانت شلتها في النص، ماشي؟ طيب كلام جميل. لحد دلوقتي حد عنده اي مشكله بالنسبه للكورم؟ ها حد عنده اي مشكله؟ ها طيب حلو، تعالى ناخد بريك 5 دقايق وايه ونرجع نكمل الكورم، ماشي؟ بالمناسبه الناس شايفين الكورم ده من اصعب الحاجات اللي موجوده يعني، ماشي؟ تعال ايه ناخد بريك ايه ونكمل يعني. ضياء عندي سؤال، ليه استخدمنا الفلور مش حاجه تانية؟ بص حاول تستخدم اي حاجه تانية هيطلع لك فيها خازوق يعني، جرب كده مثلا بدل الفلور استخدم التقريب، استخدم التقريب شوف ايه اللي هيحصل لك. مبدئيا انت ما ينفعش تستخدم اي حاجه الا الاثنين الفلور والتقريب، عارف ليه؟ لان انت عندك ممكن عدد النودز زائد واحد هيطلع قيمة 3.5 من عشرة مثلا أو 3.5 أو 4.5 خلاص؟ يعني دايما مش هيبقى ال 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 الكورم ناتج صحيح خلاص؟ فأنت مبدئيا عندك دالتين بيتعاملوا مع أي ناتج مش صحيح خلاص؟ النواتج اللي فيها كسور زي الدالة التقريبية وزي الفلور، هما دول الدالتين اللي بيتعاملوا معاه، ماشي؟ فاستخدم مثلا كده الداله التقريبيه شوف هيطلع معاك الناتج عامل ازاي، جرب جرب خليها بدل الفلور خليها التقريب. عندك 4 نودز مثلا، 4 نودز زائد 2، 4 نودز على 2 هيطلع لك 2 صح؟ 2 زائد 1 هيساوي 3، التقريب بتاع ال 3 ب 3 ماشي، ده ما طلعش مشكله. طيب استخدم يا سيدي نودز زي 5 5 على 2، 5 على 2 خلاص؟ 5 على 2 فيها 2.5 زائد 1
3 ونص. التقريب بتاع 3 ونص 4، يبقى لو عندك 5 نودز من الكلاستر لازم 4 يكونوا اب بذمتك. ده عقل يعني، خليك منطقي برضو شويه. يعني 5 5 5 نودز الكلاستر كله 5، لازم يبقى 4 ولا المفروض يبقى 3؟ بالعقل انت كده بتضيع ريسورسز كتيره جدا. يعني لو عندك 5 نودز 4 لازم يكونوا شغالين. انت مش متخيل الكوميديا دي، حاجه كوميديه اساسا صح؟ طيب خلينا ناخد التلاتة، التلاتة كمثال. ماشي خلينا ماشي على كلامك، خلينا ناخد التلاتة كمثال. تلاتة على اتنين واحد ونص، واحد ونص زائد واحد اتنين ونص. لو خدت لك التقريب تلاتة، يبقى لازم يبقى عندي التلاتة نودز لازم التلاتة يكونوا اب. ايه ده؟ ده خازوق تاني. شفت؟ يبقى ايه الافضل؟ تستخدم الفلور ولا تستخدم التقريب؟ ها براحتك بقى. ها وصلت؟ موضوع منطقي، بس فكر في كده منطقيا، مش محتاجة اي تفسير علمي. يعني مش فيش تفسير علمي، ده الموضوع تفسير منطقي خلاص. ها حد عنده اي مشكلة في اللي انا قلته؟ ها اللي عنده اي مشكلة يوقفني. ستة كلاستر نود، ستة على اتنين فالتلاتة، تلاتة زائد واحد يساوي اربعة. ستة يبقى اربعة لازم يكونوا فيهم موجودين. ايوه المفروض. عارف يعني ايه تلاتة نودز دون؟ يعني انت في عندك سبليت برين. الستة ده حالة خاصة جدا، الستة ده حالة خاصة جدا. بص مبدئيا يعني لا يفضل وانت بتبني الكلاستر تبنيه مع عدد زوجي من الأجهزة. يفضل الرقم يكون فردي، تمام؟ دي أول حاجة. تاني حاجة، لو انت عندك سيتويشن انت خليت الكلاستر 6 نودز أو 8 نودز، احتمال كبير جدا يحصل عندك سبليت برين. سبليت برين يعني ايه؟ يعني يكون عندك نص الاجهزه اب وشايف الاستورج، والنص التاني اب وشايف الاستورج، بس النص ده مش شايف النص ده لسبب ما بقى، في فاير وول في النص بقى، حد كان عندك نتورك ادمن وضيع لك النتورك بتاعتك، الله اعلم. كان ده في ده كان موجود في مبنى وده في مبنى تاني، وكابل الفايبر اللي بينهم في النص فصل بتاع المانجمنت، بس لسه الكابل بتاع الاكس بتاع الاستورج. توقع اي سيناريو ممكن يحصل. بالمناسبه الحاجه دي تيونابل. والله بص حلو 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 السؤال ده، حلو السؤال ده. تعديك اوبشن اخليك تشغل الكلاستر على 50% من النودز بتاعته، غلسه كده وخلاص. يعني ما دام انت عندك 50% ايه؟ يشتغل. بص والله انت ابن حلال. يلا خلينا نقولها بالمره. بص في عندك شوية اوبشنز كده ممكن نستخدمها مع الكلاستر، وتعالى اقول لك عليها بالتفصيل كده. تعالى نمسح الكلام ده. بص يا ريس، انت طبيعي الكلاستر بتاعك بيقوم على 50، الكورم بتاع الكلاستر بيقوم على 50% زائد واحد، صح؟ ماشي كده؟ طيب لو انا عندي كلاستر فيه 6 نودز، ماشي كده؟ وعندي 3 اب و3 اب، المفروض الستة نودز دول 4 منهم يكونوا اب عشان الكلاستر يبقى كورم، او عشان الكلاستر يحقق الكورم لازم 4 من 6 يكونوا اب. طب افترض 3 عندي اب و3 داون، كده الكلاستر سيرفيس مش هتشتغل او الريسورس مش هيشتغل؟ ينفع الكلام ده؟ عندي 3 نودز كاملين والسيرفيس مش هيشتغل؟ انا عايز اقول الكلاستر لو حققت 50% بس خلاص خليك شغال برضو، حقق الكورم ب 50%. والله في عندك اوبشن كده اسمه اوتو تاي بريكر. اوتو تاي بريكر ده بيعمل ايه؟ اوتو تاي بريكر ده بيقول للكلاستر لو انت معاك 50% برضو افضل شغال، 50% من عدد النودز او من الفولتس بتاعت النودز خلاص. يعني لو الكورم حقق 50% افضل برضو شغال. ها ايه رايك؟
تحط الاوبشن ده فين مش مشكلتي دلوقتي، اركنه على جنب. المهم عرفت الاوبشن ده، اول اوبشن ممكن اشتغل عليه خلاص. ها واضحه الحته دي؟ واضحه ولا عيدها؟ ها حلو جدا. تعالى اوبشن تاني ممكن اقول لك عليه، او في سيناريو تاني. سيبك بقى، سيبك من ان هو اوبشن، في سيناريو تاني. بص ايوه اسال يا ريس اسال، انا مش عايز اجري معاكم في الحته دي عشان ما اضيعش منكم الدنيا. لا ما ينفعش تخليه اقل من 50%، انت كده بتهرج. ما ينفعش تخليه اقل من 50%. هو السؤال بس مع الاوتو تايب بريكر ده، مع الاوتو تايب بريكر في سؤال بيطرح نفسه، في سؤال بيطرح نفسه. لو انت عندك نص الكلاستر هنا اهو، وليكن عندك 3 نودز هنا، ادا 1 ادا 2 ادا 3، وعندك النص الثاني هنا اهو ادا 1 ادا 2 ادا 3، دول بيقول لك انا اللي معايا الكورم، وده بيقول لك انا اللي معايا الكورم، انهي واحد فيهم هيبقى هو اللي معاه الكورم؟ ها انهي واحد فيهم ياخد اغلبيه؟ خلي بالك الكلاستر دلوقتي بتاعي مقسوم، عندي سبليت برين، انا عندي سبليت برين، عندي نص الكلاستر بيقول لك انا اللي معايا الاغلبيه، وعندك النص الثاني بيقول لك انا اللي معايا الاغلبيه. ها انهي واحد فيهم؟ ها اقول لك على حاجه، حد فيكو فاكر النود اي دي؟ حد فيكم فاكر النود اي دي؟ ايوه الله يفتح عليكم. عارف نظام الجيش بيقول لك ايه؟ الجيش بيقول لك لو الاثنين متساويين في الرتبه امشي بالاقدميه، صح؟ مين الاقدم؟ طب الاقدم هنا اللي معاه نود اي دي اقل ولا نود اي دي اعلى؟ اللي معاه نوت اي دي اقل. ايوه يبقى اللي معاه الكورم، اللي هياخد الكورم ده هو اللي معاه نوت اي دي اقل نوت اي دي موجوده. ايه رايك يا معلم؟ وضحت؟ انا قلت لك خلي بالك من نوت اي دي في الاول. ها يبقى لو كان عندك الكلاستر بتاعك 6 نودز والنود A كانت معاها نوت اي دي واحد اقل نوت اي دي، يبقى النص اللي معاه النود A هو اللي هيبقى الكورم يا معلم. ها وضحت الحته دي؟ ماشي كلام جميل زي الفل. اللهم صل على النبي، يا الحمد لله انتوا فاهمين. انا مش مصدق نفسي، انا الحته دي قلتها هعيد فيها 20 مره. طيب كلام جميل، يبقى دي اول حاجه عرفناها. طيب في اوبشن تاني، وفي اوبشن تاني موجود عندنا اسمه، او بلاش بلاش اديك الاوبشن، تعال اديك السيناريو نفسه الاول عشان تخيله. خلاص السيناريو بتاعي، بص انا كان عندي كلاستر، خلاص قلت لك الكلاستر ده لو الكورم مش متحقق مع نود فبيحصل لها عمليه اسمها ايه؟ عمليه اسمها فينسنج. عارف الفينسنج اللي هو ايه؟ بتعمل ريبوت بشكل فورس او بشكل فورسد، خلاص كانك شديت الفيشه عن النود دي، كانك بتشد الفيشه عن النود دي، خلاص حلو جدا. طب كلام جميل، في عندك اوبشن بقى اسمه كده ويت فور اول. عارف ويت فور اول دي بتعمل ايه؟ هيعمل ويت لكل الكلاستر نودز، هيخلي كل الكلاستر نودز او كل كلاستر ممبرز، كل كلاستر نود ممبرز ان هم يعملوا ايه؟ ها فكر كده، فكر. يثبت وجوده؟ لا. بص تعديك سيناريو، تعديك سيناريو، تعديك سيناريو تمشي عليه. انا عندي نود اهي، وادي نود ثانيه، وده عندي نود ثالثه، وده عندي نود رابعه. النود دي اتعمل لها فينسنج دلوقتي، النود دي اتعمل لها فينسنج دلوقتي، في مشكله؟
سيب الكره وسيب كل حاجه. النودي اتعمل لها فينسنج، اتعمل لها فينسنج يعني ايه؟ اتعمل لها فورسد ريبوت خلاص. طيب النود دي اول ما ترجع تشتغل مره ثانيه ايه اللي هيحصل؟ النود دي هتحاول تشوف هي او هتحسب الكره مع نفسها كده، النود دي هتحاول تحسب الكره من الاول خلاص. اول ما هتحسب الكره او لو هي قامت وهي جت تحسب الكره بعد ما تقوم على طول، اوتوماتيك بقيه النودز دي هيقولوا لها بره، اطلعي بره، يعملوا لها فينسنج مره تانية خلاص. ماشي كده؟ اول ما تقوم الكلاستر سيرفيس لسه ما بقتش اب، الكلاستر سيرفيس لسه ما بقتش اب، خليك فاكر. ها فالنودز دول هيحسوا ان النود دي بقت قايمه، بس في نفس الوقت لسه السيرفيس ما قامتش بشكل كامل، السيرفيس لسه ما قامتش بشكل كامل. فايه اللي هيحصل؟ اوتوماتيك هيحسبوا الكورم بتاعهم ويقول لك يلا اطلعي بره، هيعملوا لها فينسنج مره ثانيه، تروح عامله فينسنج، اعمل ريبوت، تيجي تقوم مره ثانيه، يقوم الكلاستر، تيجي قبل ما الكلاستر يقوم بشكل كامل تقوم النودز عامله لها فينسنج مره ثالثه ومره رابعه ومره خمسه. السيتويشن ده اسمه فينسنج ريس، فينسنج ريس خلاص. طب الفينسنج ريس هيحصل امتى؟ الفينسنج ريس ده يا سيدي بيحصل في حالتين، يا اما النود كانت عمل لها فينسنج وجت تقوم ولسه الكلاستر سيرفيس ما قامتش بشكل كامل، فبقيه النودز هيعمل لها فينسنج كمان مره ويعملوها كمان مره وكمان مره الى ما لا نهايه، يا اما الكلاستر نود دي لسه ما عملتش جوين للكلاستر. انت عملت دخلت نود في الكلاستر ولسه ما عملتهاش اوث، دخلت النود في الكلاستر ولسه ما عملتلهاش اوث خلاص، هتفضل في لوب على طول عماله تعمل ريبوت. فعشان تقول له استنى ثانيه واحده، ما تعملش فينسنج للنود الفلانيه او ما تعملش فينسنج لاي نود الا لما الكلاستر سيرفيس بالكامل تبقى اب عليها، لازم تستخدم الاوبشن ده. واضح الحكايه دي؟ واضح؟ ها الناس كلها سكتت، يا اما واضح يا اما مش واضح. ها تعالى اقول لك على اوبشن كمان انت ممكن تشوفه وانت شغال مع الكلاستر. في اوبشن كمان اسمه لاست مان ستاندنج خلاص، وده اوبشن مهم جدا عندك. ماشي، ايه موضوع لاست مان ستاندنج ده؟ ده مش الفيلم على فكره، ده اوبشن. ها لاست مان ستاندنج ده بسيط جدا. بص، انت عندك كلاستر نودز بيتكون من 4 نودز صح؟ ماشي كده. لو عندك 4 نودز المفروض كام واحده يكونوا شغالين عشان الكورم يكون موجود؟ ها 3 صح. طيب كلام جميل. طيب بلاش 4، خليها 6. لو عندي 6 نودز المفروض كام نود عندي يكونوا موجودين؟ 4 صح. طيب كلام جميل. الاوبشن بتاع لاست مان ستاندنج ده بيسمح لك ان عدد النودز اللي موجود عندك اللي هم اب وشغالين يوصل لـ2، ويفضل الكلاستر شغال عليهم خلاص كده. الاوبشن ده بيسمح لك بكده، بس خلي بالك لو جيت استخدمت الاوبشن ده، يمنع منعا باتا، ممنوع تعمل ريبوت للنودز او تخرج النودز من الكلاستر بشكل سريع جدا. يعني ايه؟ شغل نود وبعدها وقف نود، وبعد كده بدقيقه مثلا او بدقيقتين وقف النود الثانيه، وبعد كده وقف النود الثالثه وهكذا. يبقى اوبشن لاست مان ستاندنج ده بيسمح لك ان لحد 2 نودز
يكونوا في الكلاستر والكلاستر يفضل شغال بغض النظر عن الفوتنج قد ايه. ماشي؟ طيب هو المعلم ده، لا مش ده الحل. الحل لما يكون في اتنين نودز بس. انا بكلمك على سيناريو هيكون في اكتر من اتنين نودز في الطبيعي. سيناريو الاتنين نودز ده لسه هجيله كمان شوية، اصبر على رزقك. خلاص؟ يبقى لو عندك كلاستر نودز اصلا متكون من ستة وعايزه حتى لو وصل لاتنين، ها مش مشكلة، خليك قايم ما دام في اتنين نودز موجودين. ماشي كده؟ استخدم الاوبشن بتاع لاست مان ستاندنج ده. ملوش علاقة يعني. ده كل الموضوع انت عندك كلاستر وعايزه يفضل يعني شغال لأقصى حد ممكن. الكلاستر ده متكون من 20 نود، ها خليك المثال دون، وعايز الكلاستر ده يفضل شغال يعني بص لأقل عدد من النودز ايا كان العدد ده، فبيسمح لك يقول لك انا هفضل معاك شغال لحد ما يكون في عندي على الاقل 2 نودز بس. على الاقل، ما هو ما ينفعش اقل من 2 نودز يبقى كده مفيش كلاستر اصلا. لو هي وصل نود واحده خلاص ما عادش في كلاستر اساسا. خلاص كده وضحت الفكره. خلي بالك لاست مان ستاندنج ده بيحسب الكورم كل 10 ثواني، بيحسب الكورم كل 10 ثواني. فلو جه سيستم ادمن دماغه ضايعه وجيت هبل في دماغه وعمل ريستارت للنودز كلها في نفس اللحظه، ايه اللي هيحصل؟ احتمال الكلاستر يضرب بتاعك، احتمال الكلاستر بتاعك اللي عندك ده هيضرب، انسى خلاص. عشان كده بقول لك لما تيجي توقف نود ورا الثانيه خد شويه وقت، خد ما بين كل نود والتانية أكتر من 10 ثواني، خليهم 15 ثانية يا سيدي، خليهم دقيقة، مش هتغلب يعني. ماشي؟ ماشي؟ طيب أهم حاجة كمان، حد فيكم فاكر ويت فور اول كان بيعمل إيه؟ كان بيستنى لحد ما تكون الكلاستر نودز كلها اب، او كلاستر نودز او كلاستر سيرفيس على كل نودز تكون هي اب، وبعد كده يبدا يحسب الكورم. مش هيعمل لها فينسينج قبل ما تكون الكلاستر سيرفيس اب، صح؟ ده ويت فور اول. لو هتستخدم لاست مان ستاندنج لازم هتستخدم معاه ويت فور اول. خليك فاكر الحكايه دي عشان ما تدخلش الناس في لوب او ما تدخلش النودز في لوب. خلاص كده وضحت؟ ها يبقى لو هتستخدم لاست مان ستاندنج لازم تستخدم معاه ويت فور اول. ماشي؟ طيب كلام جميل. الاوبشن بقى اللي الرجاله قاعدين مطلعين عينينا عليه من الصبح، انا عايز كلاستر يكون قايم على اتنين نودز. خلاص؟ انا عايز كلاستر يكون قايم على اتنين نودز. ها؟ والله في عندك اوبشن كده اسمه داش داش تو نود، بس كده. ياه بس كده؟ اه والله بس كده. والاوبشن ده يا سيدي هو اوبشن سبيشال قوي، خلاص؟ وبيستخدم في حاله ان انت عندك كلاستر مكون من اتنين نودز بس. خلاص كده؟ ده بيسمح لك ان الكلاستر يفضل شغال حتى لو عندك ناتج الفوتس طلع بواحد. ماشي؟ ها وضحت؟ يبقى لو عندك كلاستر والكلاستر ده فيه اتنين نودز وعندك الفوتس كلها طلعت بواحد في الاخر، وعايز تخلي الكلاستر ده يفضل شغال حتى لو عندك نود واحده، ها واضحه؟ ما هو بقول لك بقى ما تخلطش الدنيا ببعض. ان كان عندك اربعه استخدم لاست مان ستاندنج، إن كان عندك ستة استخدم لاست مان ستاندنج، لكن لو عندك اتنين استخدم تو نود. لا ما ينفعش الاتنين مع بعض كده بتهرج. أنا قلت بالسالب وربنا ما قلت بالسالب خالص. أنا بقول لك حتى لو ناتج الفوتس بواحد، أنا ما جبتش كلمة سالب دي. في ناتج فوت هيطلع بسالب؟
ماشي. لا هو مش زي الاوتو تايب بريكر. الاوتو تايب بريكر بيستخدم لو عندك اكتر من 2 نودز، عندك 4 نودز مثلا او عندك 6 نودز او 8 نودز. لكن التو نودز لو عندك حاله ان انت عندك 2 نودز بس، ما تلخبطش الدنيا ببعض. التو نودز دي حاله سبيشال قوي خلاص. طيب السؤال اللي بيطرح بلح، انا عايز اعدل الاوبشنز دي بالخاصه بالكلاستر، اعدلها فين بالظبط؟ في انهي ملف؟ انا عايز اعدل الاوبشنز دي بتاع الكلاستر، اعدلها فين بالظبط؟ ها يا موضوع بسيط جدا، تعالى كده تعالى هنا كده، الملف اللي فيه الكلام ده كله هتعدل فيه في اي تي سي، اسف اي تي سي كروسينك، اسمه كروسينك دوت كونف اهو، شايفينه ده اللي فيه الكونفجريشن. كل حاجه بتعملها بتضاف الملف ده بشكل اوتوماتيك. بص كده عندك الكورم، شايف الكورم؟ ها حد فيكم شايف الحته دي؟ شايفين الكورم؟ عند الكورم هنا وعايز تضيف اي اوبشن، يا براحتك بقى يا ريس، ضيف اللي انت عايزه. تعالى مثلا عايز تضيف اوبشن زي ويت فور اول مثلا او اوتو تايب بريكر، براحتك زي ما انت عايز. ممكن تجي هنا كده خد سطر جديد وايه؟ قول له مثلا انا عايز استخدم اوبشن بتاع لاست مان ستاندنج خلاص؟ وهتكتبه كده بالمنظر ده، لازم تقول له نقطتين ومسافه والقيمه بتاعته بواحد. يعني انا عامل انيبل لاست مان ستاندنج، ماشي كده؟ ايه كمان؟ ممكن اجي هنا كده واقول له ويت، بدل ما انا اخدت لاست مان ستاندنج يبقى لازم استخدم مين؟ ويت فور اول برضه انيبلد، ماشي. خلصت انا هنا كده؟ ايوه خلصت تقريبا. في حاجة بس عايز اقول لك عليها، او حاجة انت هتقابلك خازوق منها، اللي هي ايه بقى؟ دايما دايما لما تيجي تعدل اي تعديل، اي تعديل واي تغيير تعمله في الملف ده، تعالى كده نعمل اخد السطرين دول كده كابي عشان ما عادش اكتبهم مرة تانية. مش هسيب اي حاجة اصلا. اي تعديل تعمله في الملف ده لازم توقف الكلاستر الاول وبعد كده تشغله مرة تانية. قبل ما تعدل اي حاجة في الملف ده لازم توقف الكلاستر الاول وبعد كده تشغله مرة تانية خلاص. ها اعتقد الكلام ده واضح. الملف ده اي تعديل مانيوال هتعمله بايدك وقف الكلاستر الاول. المفروض الملف ده تتعمل له سينك الاول او يتعمل له سينك خلاص، وهيتعمل له سينك عن طريق الكوماند لاين اوتوماتيك من غير ما تعمل حاجه بايدك. فانت هتيجي تعدل هيبقى كده الكلاستر نودز مش سينكد مع بعض، ماشي؟ ايوه. ما هو خلي بالك انت مش بتعدل في الملف ده كل يوم، ده انت بتعدل في الملف ده غالبا وانت بتبني الكلاستر اصلا في الاول. يعني الملف ده قليل جدا لما تعدل فيه، يمكن يكون مره واحده في حياتك كلها تقريبا خلاص، ماشي. ماشي. حد عنده سؤال؟ اسأل يا ريس.
اعتقد ما اعرفش ما شفتش والله اوبشن او حاجه زي كده تعمل تشيك. ما شفتش اوبشن تعمل تشيك قبل كده والله. بص كده تعال نرجع الاول قبل اي حاجه. ممكن اجي الاول لو وريتك كده كورسينك كورم تول. بص فين 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 بص الفلاجز ايه. بص الفلاجز اللي عندك ماشي خليك فاكر. اه طيب تعالى كده نعدل بقى في الملف ده نرجع له مره ثانيه. تعالى نعدل فيه كده. بص غلطت انا الغلطه بتاعتنا بتاعت كل مره. المفروض اعمل ايه؟ بي سي اس كلاستر ستوب داش داش اول. هوقف الكلاستر ماشي كده. وبعد ما اوقف الكلاستر ايه اللي هيحصل؟ افتح الملف اهو. بعد كده قبل ما تعمل ايه، قبل ما تستارت السيرفيس لازم تعمل الاوبشن ده بي سي اس كلاستر سينك. سينك ده هياخد الملف اللي موجود على نفس الماشين دي ينقله على بقيه الماشينز اللي ممبر في الكلاستر. خلاص خلي بالك لازم تستخدم الاوبشن سينك دايما. طالما عديت الملف لازم تعمل سينك عشان تبقى كل الكلاستر نودز عندها نفس النسخه. خلاص ماشي كلام جميل. سينك الكلام ده عملت له سينك. بعد كده بي سي اس كلاستر ستارت داش داش اول او ستارتنج كلاستر بي سي اس كلاستر ستيتس اهو. ماشي تعالى بقى نعمل ايه كورم تول. بص ايه اللي حصل. قال لك انا بقى عندي دلوقتي اوبشن ويت فور اول ولاست مان ستاندينج. ها ايه رايك؟ ها ايه رايك يا معلم؟ صعبه كلام جميل. ارجع تاني كده. عشان نتأكد منها بص لي كده الحاله بتاعت المعلم الكورم ده. بص الكورم 3 التوتال فوتس 4 المفروض الكورم ب 3. طيب تعالى هنا كده اس اس اتش نود وليكن نود اي كده. تعالى اعمل لها شوت داون. وتعالى اس اس اتش نود سي اوبا. بص ايه اللي حصل عندي. بقول لك الاكسبكتد فوتس 3 خلاص. بص لي الكورم دلوقتي اتحقق من كام من كام من 2 رغم ان الكلاستر نود بتاعي 4 4 نودز. مش هو 4 نودز المفروض يكون في 3 صح؟ صح المفروض الكورم يتحقق ب 3. المره دي بقى الكورم بيتحقق من كام نودز؟ ب 2. عارف ليه؟ عشان الاوبشن ده والاوبشن ده. لاست مان ستاندنج ده قلت لك بيخليك ايه؟ ها
بيخليك توصل لايه؟ لاثنين نودز بس، صح؟ ايه رايك؟ صعبه؟ ها صعبه؟ يبقى دلوقتي ممكن تيون الكلاستر عشان ايه؟ يحقق لك اللي انت عايزه باي عدد من نودز، سواء 2 نودز، سواء 4 نودز، سواء 5 نودز، 6 8 براحتك زي ما انت عايز. ها صعبه الحكايه دي؟ حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ كلام جميل. ايه اللي هيحصل لعدلة الملف الاول؟ يعني بص، أنا قبل كده ما حصلش معايا حاجة يعني، خلاص؟ يعني انا قبل كده عملت كام مرة وعدلت الملف الاول ما حصلش حاجة، بس لو دخلت الدوكيومنتيشن بتاع الداتا تلاقي بتحذر كل شوية، عمال اتحذر يا حاج لاجل خاطر النبي. هتلاقوا يعني بص ناقص يبوس رجليك، يقول لك بص خلي بالك ناس عملوا ريبورت ان حصلت مشاكل فيها، كل شويه يقول لك في مشكله، خلي بالك خلي بالك في حته في مشكله ممكن تحصل هنا. ايوه مور سيفتي يعني. بس انا عن نفسي انا عملتها وما حصلش معايا حاجه. بس ممكن يضرب الكلاستر عندك يكون في نودز عليها نسخه من الكونفجريشن ونودز عليها نسخه ثانيه، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل يعني. انا عن نفسي انا جربته وما حصليش اي حاجه. بس خليك يعني في الامان يعني، ما تحاولش تلبس نفسك. انت يعني هتغلب لما تقول له بي سي اس كلاستر ستوب يعني. مش تخسر حاجة يعني. انت بحس انك بتكتب الامر متقطع من جلدك يا سيدي. خلاص؟ يعني من الاخر كل حلقة النهاردة او كل الدرس بتاع النهاردة ازاي اخلي الكلاستر يشتغل على اي عدد من النودز تقريبا، سواء 2 نودز، سواء 3 نودز، سواء 4 نودز، براحتك خالص. وقلنا اللي متحكم ان الكلاستر سيرفيس او الكلاستر ريسورس يكون شغال ولا لا، والنود دي هل ينفع انقل عليها ولا لا، هو ايه؟ الكورم. والكورم هو نظام الفوتنج. خلاص ماشي كده. ها صعب الحكايه دي. يبقى عايز الكلاستر يشتغل على 2 نودز او 4 نودز او 6 او 8 براحتك. صعبه؟ حلو. ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه هناخد الفنسنج عشان بقى نبدا ننقل على الريسورسز ونشوف سيرفيس بقى شغاله اب اند راننج وننقلها من مكنه لمكنه ثانيه وكلام من ده. يعني المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الفنسنج. خلاص ماشي. خلي موضوع الاستورج بس عشان مش هتتكوش، انا مش عايز اشتتكوا بس والله، خليها للاخر يعني. كده كده هنجيلها اصلا مع الجي اف اس لما نجي نشرح الجي اف اس، وخلي لما نشرح الجي اف اس اقول لك عليه. ماشي. طبعا ينفع الكلاستر مع ماسيكول سيرفر ومع جي اف اس. طبعا ممكن. ايوه هقولها والله، حاضر هقولها والله. ماشي ماشي. احنا كده تقريبا خلصنا النهارده، واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. البلوك في اس رام ديسك في اس فايل اي او، ما انا قلت لك الفايل اي او بعمل فايل واعمل له الوكيت سبيس واخزن جواه، مش بخزن على الديسك مباشرة. طبعا ده بيديك بورتابيليتي عالية جدا، بس في مشكلة كبيرة جدا ان البرفورمانس بتاعه اقل. البلوك ديفايس لا، انت بتديله بارتيشن او ال في ام او ريد فوليوم وتخليه يكتب عليه بشكل مباشر. الرام ديسك بالوكيت من الميموري مساحة واخليه يتعامل معاها، طبعا دي اسرع واحدة ممكنة، دي سريعة جدا جدا جدا. بس طبعا دي فيها خازوق ان لو الجهاز اتعمل له ريبوت فكل حاجة كانت متسجلة، ايه اللي حصل لها؟ مع السلامة يا باشا، راحت. خلاص ماشي. كده اعتقد كل حاجه تمام. ان شاء الله اشوفكم على خير المره الجايه، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.